نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري الحافظ رحمه الله باب إيادة السبيان باب أفنغو هندي ديركي ها كتاب أفنغو نيوبي أن أستسيفا نماما نيوبي مندو sawa'an bikoi sawa'an qawyan ko'en sawa'an kaza wa kaza on dai cadum ala tafsili bi hadisi ji do filli chahi di hanu lado Allah sallallahu alaihi wasallam kad wa qasabak anin nabi sallallahu alaihi wasallam al amru bihi qawla haqiqa salama an nabi sallallahu alaihi wasallam umri den bolora filla hanu lado Allah sallallahu alaihi wasallam fila حديث أجن جوي بيت أمر جيغو بيسا فاند جوي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شوبة قال أخبرني عاصم قال سميت أبا أسمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي تحسبوا أن النبي صلى أن ابنتي قد اقتدرت فأشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع السبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه جئسنا ففاضت عيناه عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده إمام البخاري رحمه الله تعالى وفي حديث ونقول له ها حجاج بن منهال شيخو بخاري او اماي تمر ديدي بسابو اي جيتاتي قال حدثنا شوبة ابن الحجاج ابن الورد ابو بسلام الاتكي قال اخبرني عاصم بن سليمان الاحول اماي تمر بسابان اني ديدي قال سميت ابا عثمان دم سومري النهدي inda mako Abdurrahman ibn Mulla wuri haddu yadu istemer be sapande tati way du sapande jego ha jahiliya sapande jego bo ha islama kanko on tokkata nafa o accata nafa go ha o do o yoyilita kanko ha mako on Suleiman at-Taimi o jangi wato filli hadiseji ifan tube hare go Allah tabarak wa taala an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma Usama dum sahabo jo kanko be babi ko anna ibnatan nabiy sallallahu alaihi wa sallama arsalat ilayhi bi annabiy sallallahu alaihi wa sallama anliha annabiy wa huwa ma annabiy sallallahu alaihi wa sallama sa'dun wa ubayyun sa'du ibnu abi waqas be ubayyu be do wondi be annabiy sallallahu alaihi wa sallama tahsibu o do wi anna ibnati qad tudirat nonini hande biyam badi hande mayugo fashadna waruha amin fa arsala ilaiha assalama nilado Allah sallallahu alaihi wa sallama nildi mokof ngol wa yakulu odovya mo inna lillahi ma akhadha wa ma ata adi ko en jogi ibu hande bibbe be ko do do Allah sini on mari ko osi amin badi ko hokki lutti gori do bo kam on mari tabarak wa ta'ala wa kulli shay'in kalahu nuqu inda buhe di ma ko mari ajal musamma on moy da musamma ajal binna dal
ذويت كذالو أنيس أرتاد فلتحتسب وبيجي تبرجاري ولتصبر أمويا فأرسل تقسيم عليه ونلي وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم لا رحل صلى الله عليه وسلم وفي السبيل لمن يؤتي لبنت بنجل لسجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دون الله وأن صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه لنوبي سنما تكاكاو كاكا نوع عدو أتوتو فرقور تنوبي سنما فابر عنا النبي صلى الله عليه وسلم بدل الله على صلى الله عليه وسلم واجبنا وكان لبوسا تابي يوما أزا يا رسول الله وأن الله على هذه رحمة وضع الله في قلوبه كأمين إباد بدون إني أقول جي الله وكي أرد ترد جيابي مؤمنين جويني إبوي عند الجيابي لا يرحم الله عليه وكاف من إباده إبوي جيابي ما إلا رحمه سيحنده النوبه قال باب عيادة الأعراب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا قال البخاري رحمه الله أبو زياد الأعرابي أبو ليلى وحنجة نور أو ينكيدو وتو رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم عاصم لماكم الدين الذي واتو إمام جو ويلا عند أو ينكر جو عند لما عند بي جو آب نون عند موجي موجي بو ويلا عند جو هذا تابو عموكم عند بوكم ور النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة المريض ونبي حدثنا معلم أسد أنا حدثنا عبد العزيز بن مختار أنا حدثنا خالد عن إكرمة نبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال قال قلت طهور كلا قلت ونعم قلت له كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيء كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا إمام البخاري في لها مؤلفي حسب كما أماه جنون الدين بسفور قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عبد العزيز بن مختار قوي كجبه الجميع مبلين بحديث مبلين وردوم وعدد على حدثنا خالد خالد بن خالد بن الخطاب ربي خالد بن ميران ما يتنر ربي سفن لديه وعن إكرمة إكرمة مولى ابن عباس ما يتنر ربي سيدي عن ابن عباس بن عبد الله رضي الله عنهما وقبي بابيك وقبايا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يقول فلان أن صلى الله عليه وسلم نسي أو يكيدو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يقول قال له فلان أن صلى الله عليه وسلم ناسك المسجد يقول وروحه نمو وبما لا باس كتلا ونسن بالله جنوب ما لا جنوب ما إن شاء الله تعلمه قال سيدنا ما بيت قلت تقول أبين سن جن كذا نان المؤمن بل أجل يا كان جنوب هم مؤفر تقول أقع أتقول أو تقول نسبة إلى راوي أما ما نمت أقع على شيء كبير
irin no dotti no mawdo zero bul kura yidi yaro no ha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ono biya kala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fana non non kadi den to annabiyyu sallallahu alaihi wasallam waji mo be itini mo kan ko bota be dun non do bi mare manni on man no ande o mai na. قال باب عيادة المشرك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. على البخاري رحمه الله أبو إيادة المشرك أبو رحمه بحدي كفير مشيو قال ومن يتحدثنا سليمان بن حربي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يقولي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قال أسلم أسلم. قال سعيد بن المسيب عن أبيه لما أخبر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. إمام البخاري رحمه الله في الحديث والدعاء الشيخ جمام سليمان بن حرب ثم القال مكه من قرب بغداد ثم منه والي مكه مكه ولكن يجب ان يكون هناك من
قال باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم اجلسوا فلما فرغ قال إن الإمام لا يؤتم به إن الإمام لا يؤتم به فإذا رفع فارفعوا فإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قائدا والناس خلفه قيام. قال البخاري رحمه الله باب إذا عاد مريضا حضرت الصلاة وصلى بهم جماعة وباب ولغل وقلت قبني يوضو من مكتش جلديان دري أتو وجول بجول جماعة وجول بمرض جماعة تنجقون جوم لا درب يسمع إذا كنت جماعة فتعدم واحدا يتم بكم لقبه بقبه نوبيه أنا تقول لك مع الأسف mal asab yotta ton be ya jangal be yimbe amo na anga kini na to farma to enanga be julbe on bele julda fer fer pam ina makale mutta ta julda balle ta ma ala ka si to to tali mo asira ma o be ma no ko tan ni mi ko sai ta ta ma to ko ya on be ko ta ha to mu ton ani ta ande asiri ma to julda ande bana jura be asiri Joka hasiru, ama kwa hawa mbiata hafi kumape, mbiata nini banilu kama hande kapoja handa roka kata kumimanda. Kujuli wa kujiti mako jujura do, simina, kujilo kwa umo kani simina kwa umo kwa umo kwa umo. Ama, nani kwa matwako nilati jambuwe, kwa arti na juli kia simina kwa kata kata kujuna, hili simina. إمامي حدثنا محمد بن المثنى على حدثنا يحيى على حدثنا هشام على أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام البخاري كلها محمد بن المثنى أبو موسى الأنزي ما يتمر ديني بسفر لجوه ديني إمام البخاري كلها محديث يتمر بتجه مسلم في الذي متمر جيدي دي بسفات جيدي ايه جيدي قال حدثنا يحيى ابن سعيد الكتاني عند مجول هند مجولة في لوكاس قلت من القرآن الكريم أنا فما قلت جمعة آت جمع جيام الليل مجلب عبد الرحمن بن مالي قال حدثنا هشام هشام قلت مؤنب ابن أروى ما يتمر بسفات جيدي جيدي قال أخبرني أبي بابي أبو أروى بن الزبير بن العوام الأسعد ماي سفند جيني هيكو قال أن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب رب العالمين المبرعة من فوق سبع سماوات زوج النبي صلى الله عليه وسلم وماي سفند جيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أن صلى الله عليه وسلم نسي عليه ناس يقولونه بلغون عن النبي جعل الله صلى الله عليه وسلم في مرضه يوما صلى بهم جالسا
كنت بما أجوليدو فجلسوا فجعلوا سيب ناس يسلون بنجول قياما قبل بأن جولك وقدر أنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إيل سنجول فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم في إيل قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم إن الإمام ليغتم به أحديث إيجي قلتي ربي إنما جئل الإمام ليغتم به ويجعل ما هو إنه هو إن الإمام باكر هو توكيد نونيني إمام كما ولا ما هو إنكم وياك وإذا ركع ورغني فرح ورغني وإذا رفع فرح ورغني قل جندين قل لما تلميه أن يأكيد لمن بانتوه يسون ورغني رغنوه يسون رغنوه يسون رغنوه إمام هو هند بانتوه يسون بانتوه ما فتول تلقوا بانتوه تلقوا بانتوه من بلون فرفع بانتوه وإن صلى جالسا وجولي وجولي وصلوا جلوسا جولي وجولي وبالفير وربند أجمعون عن رواية إمام مالك قال أبو عبد الله ذو إمام البخاري وصومة قرب بابا عبد الله أتو محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن البرقيس البخاري الجوزي مولاه من الحارس ماي أدم قال الهميد توني قال والبني توموي تقال قال قال الهميد أما جنجرت كنت تمسا وبيت الهميد فيها الهميد مع عبد الله بن الزبير شكو جماك مماي تمر دين بيرو بس كيبو وبهذا الحديث منشوق حديث يقول قول جاهي قول أما قول بس كاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى رجل كوجولكم صلى قائدا وجولي ورجولي أجل جماعة بي أبو بكر والناس يجب وجولي تفهو قيامون بذريب ولوتو إمام البخاري بزولي فتوبيا إنما يوكس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الآخر والآخر لبوز هاكو دي النبي صلى الله عليه وسلم ويهن دي رجل ونقول لك ما يو أحديث جنلال الله صلى الله عليه وسلم ثم الناس بمنسوه بنا آيات القرآن الكريم أن النبي جل صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها نحن من هدم زيارة القبور أما زور تبليج من كل مسكين بعد أما يوبكم قال باب وضع اليد على المريض قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوا شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث فقال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. بابو وابن يلي على المريض بابو الولي وجود الوجود واليوم قال إمام بيتحدثنا المكي بن إبراهيم نعم على حدثنا جعيد على حدثنا المكي بن ابراهيم على اخبرنا جعيد عن عائشه بنت سعد ان اباها قال تشكيت بمكه شكوا شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقولني فقلت يا نبي الله اني اترك مالا إني لم تبس لم أترك إلا ابنة واحدة أوصي بثلثي مالي وأترك الثلث فقال الله فقلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال الله فقلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين فقال الثلث والثلث كثير. إمام البخاري رحمه الله تعالى
وفي حدثنا المكي في ابراهيم مكي بن ابراهيم وهدي في جل سفان الشيخ وتي بروبة سفان الشيخ وعمر بن حمد سلاسية وعمر بن سلاسية قال أخبرنا جمعين جمعين بن حدثنا عن عائشة لا عائشة أم المؤمنين أما بنت سعد سعد بن أبي وقاص ومن تقاو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أنني بابي وقال لي فشكيت بما فشكوى شديدا من يومه بما كان يصعده جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يا نبي الله نلاب الله صلى الله عليه وسلم وارب الأمن من دمي وجاءنا أن نقول لك إني أترك مالا من أمي أتشنجم إني لم ترسني لم أترك إلا ابنة mi accay do no ko sibi do de ko bo ha andan no ko bi do de ko bo to nisku jaw di on ande o hoza do wa la nisku den to gor ko bo don do ko san jaw di bandi ma di wona hak ko ma pre e da kare nisku tan di e be en nti ha ba ko lo hare sa ko ko sibi su du sai ma ali mi di ha mi di wasa su du wa to su du sai do ma na de sai da jaw di am gebe tati وهو سجدي دي كفاتة سكة وأترك السلسة لأجل السلسة وقال النبي جعل بهم الله ومتاكو وقلت فأوسي فأوسي بوسكة من نسو ريح وأترك النسو لأجل ريح وقلت لبرونة على الله النبي جعل بهم الله قلت وقل لي نهارمي مهن دين من الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قلت لي فأوسي بسلسة وأترك لها السلسة يواصل كذا سلوسو سلوسو يأتي بوجل درتاتي تبي سندي تقولي قبل تاتي بيجي بوره بيجي سلوس لها مأجج نما أقول سين سلوسو جريدة على أن بيجي على بيجي سلوسو سلوسو دورن دورن ثم وضع يده وجه أن بيجي لبي جود ما هو على جبهتي على جبهتي لو تيجي سال ثم مسح wace annabi da Allah moyi ya dawo gore mako alawaci da jude mako sallama alawaci da Yesu amma baki da dai kuma kana wace annabi da Allah doyi bi Allah kuma shi sada Allah mun yau da nan sha wa almin da ku hijrata ku timmin mu hijra ma da hijra mun je walon wati wa maka wannan da ya yare ku da ma ya ku ha ma kuma kuma zin tu aji tu bar da bumi sai dai da nan tauri jure annabi da Allah Allah ka biji do hay do ande bitta bitta ka bi do ine kuma ya kalu ilayya fi ma yukalu ilayya hasu ma ta hatta sa'ata hawaji wa katire den ko o yamiti wa to da Allah ta'ala an ahadisi ji godi annabi sallallahu alaihi wa sallam wati ayam ni ta hawo ko dere naftire ko dere mo torore non non man bo ko wa ko uri wadi ji ali ha ne sai ko bawo ka kan nabi sallama mai ma to na shi su ma to bi ta ta bi cham ko do imam do amma don der sapo ko shari ne bi yan na den sai ni na kuma lamini no hakuba on do ai ba shi ko ba no ne ni ومن علي تشجب يكون تكاذبا تأبون تريا وسمة لهم آتي وحاجة في فقره وحرقه في فتا فإذا وجه هذا مير دوسان محمود وحوات سنة وليني الله وليني مكتوب ما يقول وقفوا وقومي سنقبريا ليب ونانيكي ذلك أعلام تبتل بلد ما هو يبتل تلقات ما هو فتن وحنجبه إنا لله وإنا إليه راجع ومن هاي ما هو ده وين يقول يلا انه فكنا هو لا والله يا من لا وين هو يا شيخ ما ابني دعوه صح مين بيقولون في سينا لو ما صار ما ابي وكاس عندني لساد ما لو كان فور في سكن في سبيل الله ده النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم سوري الله سيدو عندي هو ده قول ما كنت جاب جوا ما رضي الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن ثابت عن بغلاني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن حازم قال أتوه جرير بن عبد الحميد ما يتمر بسفان قال عن العمل بن سليمان بن إيران الكاهن ما يتمر بسفان بن يتمر عن إبراهيم التيم إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد كان هو أما بسندري عن إسماء أتو كان كبه ويأتو إبراهيم بن يزيد أتو أنك أن كبه إبراهيم بن يزيد أتو كبه كما يمسفان الجينة على عن الحارس بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود صاحب النعلين وفي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو أقوى كان شديدا ينسد الولاد على صلى الله عليه وسلم أكثر وقت وما سست هنا بميم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بالدور يا رسول الله يعني لا نعم إنك لتو أقوى كان شديدا أنبره من أكثر أن تسعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ويمن النون إني هو أقوى كما هو أقوى رجلان من سيدو من أكثر أكثر من أكثر من أكثر وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.